كيفاش؟ عن طريق واحد وضعها من بعض الآليات الدفاعية السلبية والسامة اللي هدفها تحطيم المعالج وتحطيم كل حاجات، تحطيم نصائحه وكل حاجات إيجابية يحب يقدمها للمريض. هذا الشيء يصير لا شعوريا بيان سور، المريض ما هوش واعي بالشيء اللي قاعد يعمل فيه. لكن أغلب المرضى ما لقاوش في مشوارهم، ما لقاوش شكون اللي يعاونهم، ما لقاوش شكون اللي يساعدهم، شكون اللي يخرجهم من المستنقع تاع السمية والسلبية اللي راهم فيه، من القاع اللي راهم حاصلين فيه. أول ما يلقاو المعالج هذا يعمل من كل قلب وبحساسية مفرطة وبمصداقية كبيرة، ويعني ويحب يطلعهم ولو شوية، يحب يطلعهم للسطح. يحبوا للأسف المرضى دو يحبوا يجبدوه، يغرقوه معاهم، يحبوا يهبطوه للقاع يعني، ويصير واحد لو كونفلي بسيشيك، واحد الصراع، النزاع النفسي بين المعالج لا شعوريا طبعا، بين المعالج وبين المريض نتاعو. وحسبوا قداش من مريض المعالج يشوفه، يعني تقدروا تخيلوا في نهاية اليوم فقط كيفاش الإنسان يكون، ألوغ في نهاية الأسبوع أو عند حلول العطلة. لهذا معالجين كثر يمرضوا عند قدوم العطلة، لأنه الإنسان يعني رايح يحمل 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 على باله أنه جاي العطلة عن قريب، ولازمت له يحمل، يزيد يحمل شوية فقط ويصبر، وأول ما تقرب العطلة خلاص لو كور يلاش و أفهم. وهذا والجسد يعبر عليه عن طريق، يعبر عن انخفاض مستوى الطاقة عن طريق المرض، أو عن طريق أنه الإنسان ما عندوش المورال تو سامبلومون، باسكو ان ثيرابوت، المعالج يقعد إنسان ماهوش روبوت، يقعد إنسان كيفو كيفكم، يعني طاقته ترتفع وتنخفض. وشي المعالج عنده حاجات باش يحصن نفسه ويحافظ على طاقته، أو أول ما تنزل يعاود يرفعها. لكن تاني المعالج ماهوش فقط معالج، من بعد العمل عنده حياته كشخص، كإنسان، ولي أمر، كفرد من أفراد العائلة، كشريك عاطفي، إنسان كيفو كيفكم يعني. ويقدر يكون عنده مشاكل، مشاكله الخاصة. لكن بعض المرات للأسف كاين بعض المرضى ما يفهموش الشيء هذا، رغم الحدود اللي المعالج يوضحها، مساجات بالآلاف سواء على الهاتف على الإيميل، مساجات مكتوبة على المواقع التواصل، على المساجات على البريد الصوتي، وبإلحاح شديد. وفي الأغلب يكونوا ناس في سلبية كبيرة، وإذا ما الإنسان ما جاوبش في الحين، الناس هذه ما يعجبهاش الحال، وتولي تفرغ كل سميتها وكل طاقتها السلبية على الإنسان هذاك، كأنه من واجبه أنه يعاونهم، كأنه سينيا معاهم، مضى على عقد معاهم أنه يتكفل بهم، كأنه يتكفل بهم 24 ساعة على 24 ساعة. المعالج عمله يتم في خلال الجلسات فقط، انتهت الجلسة انتظر الجلسة القادمة، واللاوعي تاعك ولا شعور تاعك رايح يعمل العمل اللازم بين الجلستين. وهذا ناس كبيرة، ناس كثيرة ما تعرفوش الشيء هذا. واحد ما يقوله لكم غير إنسان في المجال. طبعا الناس هادو اللي يعملوا الشيء هذا يعني، اللي رايحين يلحوا عليك بالمساجات بالهاتف وبريد صوتي والإيميلات وكل شيء، يعملوا الشيء هذا لا شعوريا لأنهم قيدين أو يتخبطوا في واحد الحالة، في واحد الوضعية جد سلبية. المعالج يعني يحافظ على طاقته، يحمي نفسه وكل شيء، لكن للأسف في بعض المرات كيف يكونوا تراكمات طاقته.
تستنزف تماما وطاقته تنخفض وما يقدرش حتى يلتهب روحه. فما بالك يلتهب ناس اخرى. كيف تنخفض الطاقه هيك؟ انا واحده من الناس نحب ننعزل نجبد روحي، اللي هذا انا نختفي على، وتجيني اسئله كثيره، فوينك ما بنتيش، علاش ما عملتيش بودكاست، علاش ما شفناكش فيديو، علاش ما راكش تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي. لاني ننسحب ننعزل، نحب نرفع طاقتي، نحب نرتاح، ومن بعد نرجع لكم بطاقه مرتفعه وطاقه ايجابيه كما مولفينو عليا كما تعرفوني. صعيبة نهاية العام، صعيبة على الناس كاملة، حتى على الطبيعة. أنا نشوف وش صاير في الطبيعة في نهاية العام في الشتاء، كيفاش حتى الحيوانات يتخباو، أنا مسوبات الشتوي صعيبة نهاية العام بالنسبة لي. أنا ما نعرفش كيفاش هي الطاقة معاكم، لكن نعرف معالجين بزاف الطاقة في المدة هذه تجيهم صعيبة وبشكل كبير. من بعد أنا عارفة كما قلت لكم المعالج ما هوش روبوت، راهو إنسان كيف وكيفكم، والطاقة السلبية تأثر فيه وبشكل كبير جدا. باش نرجع لكم عن سريع، لأنه طاقتي بدأت ترتفع، لكن نفضل أني نرتاح الأسبوع هذا، ومن بعد يا من عاش من التمحي يوميت من العام الجديد، يا من عاش كما نقوله. إن شاء الله راكم تستمتعوا بنهاية العام، كاين الاحتفالات تاع نهاية السنة، وكاين اللي يوجدوا البداية السنة الجديدة، كاين اللي إن شاء الله استفدتوا من بودكاستاتي القدم لأني نحكي فيهم على البدايات، ووضع أهداف وأنه الإنسان يعود يحط مشاريع جديدة على حسب كل واحد وطموحاته. أنا في المدة هذه نحب نركز على النهايات، كنت ديما نركز على البدايات، لكن الفترة هذه النهايات مهمة جدا، ولهذا نهاية العام صعيبة، بشكل كبير، لأنه حاجات كثيرة في حياتنا حاجات سلبية كثيرة لازم نحط لهم حد، لازمها تنتهي. وكاين بعض الملفات توصل للنهاية ولازم نغلقوهم. لهذا نهاية العام هي فترة مهمة جدا للناس اللي تحب تغلق الملفات القديمة، الملفات اللي ما عادتش صالحة، الحكايات القديمة البالية، انه الانسان كأنه الانسان ينظف، يعمل نيتواياج، يعمل له ان غران ميناج كيما يعمل ينظف منزله، ينظف تاني حياته من الاشخاص السلبيين، من ولو انه العام هذا نظف بكثرة. يا ما نظفت ميم لو سيكل هذا كامل 10 سنين قريب، 10 سنين ارتقاء، 10 سنين من الوعي، 10 سنين وين الإنسان قفز بدرجات، عدة درجات، عمل قفزات في الوعي وتغيير كبير على كل المستويات، الشخصي يعني الشخصي الإنساني، فالشخصية المادي العملي الإنساني.